اكتر على اللي جاي. يعني احنا خلاص حسمنا التأهل، مباراه اعتقد على ارضنا سهله نسبيا مع منتخب هو كان المنافس لينا، احنا اللي حطيناه او احنا اللي دخلناه في الجيم ده من بدايه مشوارنا بالنتائج السيئه اللي حققناها في بدايه المجموعه. لكن في النهايه جزء القمر مش المنتخب التقيل، فبالتالي عندك فرصه تقول للجمهور المصري اطمنوا على اللي جاي، كره المنتخب، مستوى المنتخب، قدرات اللعيبه تظهر في مباراه بشكل مخالف بقى، مش على ماتش كينيا، على كل اللي فات. يعني نقفل صفحه ونقفل فصل ونفتح فصل جديد. كلامي معاك كابتن خالد مستمر على المنتخب، وسؤالي الاخير او سؤالي قبل الاخير فيما يتعلق بالمنتخب، ايه الشكل، ايه الطريقه، ايه الاسماء اللي تحب تشوفها في المنتخب مع ماتش جزر القمر عشان المنتخب يصالح جمهوره؟ يعني انا مش هتطرق يعني بعد اذنك لو ما دخلناش في التفاصيل، عشان ده حق اصيل لحسام. انا تمام. انا كل اللي اتكلمته عشان ده بعد ماتش كينيا، انما تمام قبل الماتش هو بفكره ورؤيته هو يشوف الانسب. تمام. ولكن احنا هنقول ايه؟ اللعيبه اللي ما ادتش في الماتش اللي فات لازم تقعد. اللي ظهرت بمستوى وحش سواء بقى محترف مش محترف ما انا ملهاش علاقه. لا 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 لا، اللي لعب 90 دقيقه او اشترك في مباراه رسميه ولبس فيها فانيله منتخب مصر وما اداش، من العدل انه يقعد. شكرا. يقعد ولعيب تاني ياخد الفرصه ان هو يثبت نفسه، لان يا مصر مش هتبقى 11 لعيب بس، لا مصر فيها لعيبه كتير جدا جدا. فالعدل لازم يكون موجود. اللي ظهر بمستوى كويس، يعني واحد زي في مركز راس الحربه مثلا. ايوه. حسام حسن او احمد ياسر ريان. اي واحد فيهم على حسب انا من وجهه نظري هيأدي بشكل كويس جدا. ده اللي قاعد بره ده بيجز على اسنانه. بالظبط، هينزل زي ما انت قلت في الفاصل هياكل النجيل. صحيح. عايز يثبت نفسه طبعا. صغير وعايز يحط نفسه على التراك المظبوط. وبيعايز يقول ان انا استحق اكون نمره واحد. بالظبط، محمد شريف لازم يكون ليه دور. ايوه. الاثنين الديفندرات لا يريحوا اللي كانوا بيلعبوا. حجازي كده كده رجع خلاص، مش حجازي رجع، انا مش عارف مين المساكين اللي هو واخدهم غير هو الونش. لعب بالونش وخد معاه علي جبر وياسر ابراهيم. ياسر لازم يلعب. ياسر لازم يلعب طبعا، لان طيب. ياسر في حالته الاخرانيه مع النادي الاهلي كان ظهر بشكل اكتر من رائع. سؤال اخير واجابه سريعه جدا، منتخب مصر نسخه حسام البدري عنده القدره على التتويج بدوري ببطوله امم افريقيا والوصول لكاس العالم ولا لا؟ يعني انا اتمنى نكسب. عنده القدره. مأموريه صعبه. مأموريه صعبه جدا في كاس الامم اللي في الكاميرون، مأموريه صعبه جدا. هننافس. اتمنى نروح للاهلي ومشوار ابتدى صعب، او يعني صعبناه على نفسنا على الرغم من انه احنا جايين بعد بطوله كاس عالم انديه ومحققين فيها مركز ثالث وبرونزيه، وكانت الحاله المعنويه في السماء، وكانت شهيتنا حتى على بطوله افريقيا كجمهور اتفتحت عشان نفسنا نروح تاني كاس عالم ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله الامل موجود. اتكعبلنا شويه، عطلنا شويه، وقعنا في سيمبا وتعادلنا مع فيتا هنا في القاهره، لكن رجعنا الحمد لله، استعدنا شخصيه البطل مره ثانيه في مباراه فيتا في كينشاسا وكسبنا 3-0. عندنا ماتش مهم جدا مع المريخ، شايفه ازاي؟ وشايف المشوار الاهلي في البطوله السنه دي سهل ولا هيكون مختلف عن النسخة الأخيرة أو النجمة التاسعة؟ بالنسبة لمباراة المريخ، المريخ هو الأخير في المجموعة، طبعا المريخ فنيا مستواه برضو نقدر نقول أقل من الجيد، ولكن مفيش في كرة القدم حاجة اسمها ماتش سهل. تمام. وده النادي الأهلي الحمد لله زي ما احنا تعودنا، وزي ما الأجيال اللي جت من بعدينا جيل بيسلم كل جيل بيسلم التاني، مفيش حاجة اسمها ماتش سهل. فبإذن الله أنا متأكد إن اللعيبة لعيبة النادي الأهلي هيأدوا بشكل كويس وهنعمل نتيجة كويسة، لأن الماتشين اللي جايين، ماتش سيمبا ده طبعا رد اعتبار هنا. أيوة. اللي في مصر طبعا لازم نكسبه بإذن الله، ده مفهوش شك، ما فيهاش كلام إن شاء الله، عشان كمان نتصدر المجموعة. صحيح. ونتلافى إن احنا نلعب مع أول مجموعة، يعني لما هنبقى أول مجموعة هنلعب مع أحد التواني يعني. أيوة. فالماتشين اللي جايين أنا مش قلقان، لأن هو ده الفرق بقى ما بين النادي الأهلي وما بين أي حتة. وفي كلامي على الدوافع الجديده قبل ماتش فيتا كلوب اللي هناك اللي في كينشاسا اللي كسبناه 3-0. ايوه. ايقونه الكره المصريه كابتن محمود الخطيب لما راح زار الفرقه قبل ما يسافروا في الملعب، ما هي دي الدوافع الجديده. ما هو اللعيب دلوقتي لعيب الكوره لما يلاقي الكابتن محمود الخطيب جاي بيحفزه وبيفهمه وبيكلمه قبل السفر، ده دافع كبير جدا كان بالنسبه للعيبه. فروحنا شفنا المردود ده هناك. أيوة. ما كسبناش واحد، لا كسبنا ثلاثة.
ويعني احنا الماتش الاولاني هنا بعدم التوفيق اللي احنا شفناه كان ممكن نكسب 7-8. تعبيتك انا عايز اخد حضرتك لتقييم مرحله شويه. اتفضل. يعني مرحله السيزون الجديد مع موسيماني، هو ختم السيزون اللي فات، تولى مسؤوليه، طبعا مش عايز احكي تاريخ، بس يعني تولى في ظروف صعبه ووقت ضيق، لكن ختمه كاروع ما يكون. لكن مع بدايه السيزون الجديد بقينا نشوف ابس اند داونز كتير قوي. يعني شوف الفرقه فايقه كويس قوي في مونديال، ان هي هنا في الدوري بتقع شويه، ترجع تبتدي دوري ابطال افريقيا عاليه قوي مع المريخ، ترجع تقع مع يعني الكيرف، التذبذب ده، في حاله تذبذب في المستوى. من وجهه نظر حضرتك اسبابها ايه؟ وهل ماتش فيتا الاخراني بيقول بقى انه اللي جاي يعني هيبقى على الكيرف طالع، ولا تتوقع انه حاله التذبذب دي تستمر؟ لا، حاله التذبذب اللي انت بتقول عليها اللي فاتت كانت من ضغط المباريات وتوالي المباريات، كل 3 ايام ماتش، كل 3 في الدوري. احنا عندنا ابريل لوحده 8 ماتشات. لعيب الكوره بتحصل له حاله من التشبع من كتر الماتشات وكتر اللعب، بتحصل له حاجه احنا بنسميها حاله من التشبع. الحاله دي بتؤدي الى انخفاض مستواه، لان ما بيبقاش فيه تركيز، بيبقى فيه تشتيت في الذهن من كتر اللعب، مواقف، من كتر الضغوط. فانا عندي حل جميل جدا. اتفضل. احنا ممكن ما نشوفوش في النادي الاهلي ونتلافى موضوع ضغط الماتشات وكل 3 ايام ماتش. النادي الاهلي عنده 30 لعيب. مظبوط. ممكن النادي الاهلي يعمل فرقتين مختلفتين خالص. وانا مش عايز اقول لك بلعيبه، يعني دي فرقه ودي فرقه، كانهم فرقتين. وفي موضوع توالي المباريات والضغط مفيش مشكله ان احنا نلعب بتيم ونريح تيم، ونلعب عندنا القدره على كده، القدره الفنيه وامكانيات اللعيبه على مستوى الدوري، انا بتكلم على مستوى الدوري العام. مش هيبقى عندنا مشكله خالص، وهنستغل كل اللعيبه المحترفين اللي هم بياخدوا عقود عاليه جدا، كله بيلعب وكله بيشتغل، وبعدين اللي ما بيأديش يتخصم منه فلوس كتير. يعني دايما في الحته دي الذكاء في ايه؟ انا هدي لك الفرصه بس لو ما اثبتش نفسك هتدفع. موافق ولا الكلام ده يتقال للعيبه؟ ايوه. يعني كلنا هنلعب عشان نتفادى موضوع الاصابات والاجهاد لان النادي الاهلي، انا مره كده من اسبوع كنت سرحان في البيت مع ابني عمر، يعني فعمر اهلاوي جدا برضه، فظيع يعني، متعصب، فبقول لي يا بابا الماتشات وتوالي والاجهاد واللعيبه بتتعور. قلت له تصدق يا عمر احنا ممكن نلعب بفرقتين، فرقه تلعب ماتش وفرقه تريح الماتش اللي بعديه، فرقه تلعب. سيبك بقى من الكلام اللي هو ساعات الناس تطلع الانسجام واللي مش عارف ايه، وده كلام انا ما بقتنعش بيه يعني. ان الانسجام وتثبيت التشكيل، ما خد بالك اللي بيحطنا في الزنقه دي كلمه تثبيت التشكيل. انا ثبت العب ب 11 ليه وانا عندي 30 لعيب؟ ازاي يعني؟ و30 لعيب بديهم فلوس قد كده؟ طب ما هلعب كل الناس دي. وبعدين امكانيات اللعيبه كلها متقاربه، الامكانيات الفنيه، الفوارق مش كبيره قوي. النادي الاهلي يستطيع، النادي الاهلي الوحيد اللي في مصر اللي يستطيع يعمل الكلام ده، يبقى عنده فرقتين. فقلت له عمر ده احنا ممكن نلعب فرقتين. قال لي ازاي يا بابا؟ قال لي طب اكتب. قلت له خلاني اقعد اكتب فرقتين بنفس المهام وبنفس التوظيف وبنفس كل مركز مين اللي ينفع يلعب فيه، طلعوا الفرقتين جامدين جدا. يبقى من وجهه نظر حضرتك انه يبقى فرقتين او يبقى حتى سياسه التدوير. بالظبط كده، سياسه الفرقتين دي صعبه، دي روتيشن، بحيث انه اللعيبه تاخد نفسها. لازم يكون في روتيشن عشان تبعد اللعيب من الاجهاد والاصابات وحاله التشبع اللي انا اتكلمت عنها. موسيماني النهارده من وجهه نظر حضرتك بقى بيملك كل مفاتيح وعناصر قوه النادي الاهلي ولا لسه شويه؟ لا، بيملك كل حاجه. مدرب هايل، مدير فني على مستوى عالي، بيحب الكرة الحلوة، وأسلوبه مناسب النادي الأهلي. وكل ما هيعدي الوقت، احنا الحمد لله احنا كل بطولات خدناها، اللهم ألف حمد وشكر، يعني احنا دوري أبطال أفريقيا وكاس ودوري، وهنتصدر الدوري وهنمشي في أفريقيا بإذن الله تعالى بشكل يليق بشخصية النادي الأهلي وإمكانيات النادي الأهلي. فأنا شايفه ناجح بكل المقاييس. وبعدين مع إدارة النادي الأهلي واللي بتوفره إدارة النادي الأهلي، أي مدير فني هينجح. ده صحيح. يعني هو أنا يعني سمعت له تصريح، قال لك أنا أقول الحمد لله على الأهلي. يعني موسيماني شفت له تصريح وهو بيقول انا احمد ربنا ان انا في الاهلي. هي من الاستقرار، منظومه نجح. تخلي اي عنصر فيها ينجح. عنده فرص نجاح كبيره جدا، يبقى بس ان هو يعمل اللي عليه ويقوم بدوره. والتوفيق بالظبط كده.
يعني نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بوجودك النهارده كابتن خالد. والله سعيد بجد كنت والله معاك كتر خيرك. شكرا، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معانا، وبشكر حضراتكم على المتابعه. كل التوفيق والدعم طبعا لمنتخب مصر في ماتشه اللي جاي. نتمنى فكره التاهل والنتيجه مش في الحسبان، الاهم انه احنا نحس ان منتخبنا عايز يبسط جمهوره، انه الجيل ده من اللعيبه وانا شايف انه عندهم القدره على ده الحقيقه، تنقصهم الروح. واعتقد انه كابتن حسام البدري مطالب بشكل كبير جدا انه يشتغل على العقليه، يشتغل على الناحيه النفسيه عشان اللعيبه دي تطلع افضل ما عندها. ونتمنى ان شاء الله انه ماتش جزر القمر نشوف المنتخب ايا كان بقى بالوجوه، كابتن حسام ليه مطلق الحريه وهو يتحمل مسؤوليه قراراته، لكن في النهايه نتمنى نشوف شخصيه، نتمنى نشوف اداء، نتمنى نشوف كره حلوه بيقدمها منتخب مصر. وكل التوفيق والدعم طبعا للمنتخب. بشكر حضراتكم ونقابلكم بكره ان شاء الله حلقه جديده والسادسه.